سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وذلك في مستهل زيارته الحالية لإندونيسيا وفي ثالث محطات جولته الآسيوية. هذا وتناولت الرسالة مجمل موضوعات التعاون الثنائي وأطر التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها بما يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. وخلال اللقاء أعرب شكري عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين، وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين. مشاركة السيد الرئيس سوف تعزز من أوجه النجاح مخرجات هذا المؤتمر، خاصة بصفتي كرئيس لمجموعة الـ20. مصر وإندونيسيا يتمتعان بعلاقات قوية تاريخية وثقافية استمرت لعقود. كلا الدولتين حظيا بتجربتين تاريخيتين، كلاهما كافحا من أجل الاستقلال، دشن التضامن الأفرو آسيوي وأسس معا حركة عدم الانحياز. مصر وإندونيسيا يعملان بازلين كل الجهد لتحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما. نحتفل هذا العام بذكرى مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.